سباق الباتيناج للأطفال. الهدف من النشاط هو تقديم رسائل توعية للأطفال وللمجتمع بشكل عام بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة عن طريق منشورات تم نشرها في مضمار السباق. شارك في النشاط 45 طفلا مقسمين على فئتين، تم تكريم 3 أطفال من الإناث و3 أطفال من الذكور. اسمي مرح، عمري 12 سنة، ساكنة مخيم بيت السلام. اللي أنا كنت عم أدرب على هاللعبة كتير، واليوم جيت لهون ولعبت وأخذت الأولى بيناتهم. أقامت اليوم جمعية سنابل الأمل سباق الباتيناج وكنت الفائز المرتبة الأول. هذه الرياضة المفضلة كنت أتدرب عليها من زمان، واليوم حققت الفوز وسأتابع عليها في المرات القادمة وفي السباقات القادمة. عم بتدرب مشان انجح بهاي الشغله بالباتيناج، وانا بحب الرياضه كثير، لعب الباتيناج كثير. انا كل يوم بتدرب مشان اوصل لهي المرحله، وانا المرتبه 3 ان شاء الله. بالمره الجاي كون المرتبه الاولى، والله يعطيكم الف عافيه.